السلام عليكم متابعين القناة، الأخبار عاملين ايه؟ أتمنى الجميع يكون بخير. النهاردة الفيديو لا هو ريفيو ولا هو حاجة على المسار، النهاردة حاجة مختلفة شوية. قلت النهاردة أطلع أجرب مايك معين أقول لكم حاجة أغلب الناس بتحتك بالموضوع ده لما بننزل فيديوهاتنا، وهي هل برا الأسعار أرخص في الموتوسيكلات سواء في الياباني أو في الصيني، وهل أنت ممكن تستورد واحد من برا بسعر أرخص ولا لا؟ لان فعلا لو احنا هنعرف نعمل الحاجة اللي زي دي فانت مش محتاج ان انت تحتك مع السوق الداخلي اللي في مصر، وممكن ان انت تستفيد بالموضوع ده بقى في ان انت تجيب الموتوسيكل اللي انت عايزه. ففي الفيديو ان شاء الله هنشرح كل حاجة عن هل انت ممكن ولا لا، ولو ممكن ازاي تعرف تجيب الكلام ده. ثواني عشان في عائق في عربية رش قاعدة ترش غالبا هتي. طيب خلينا في الاول نقسم الموضوع ده لشقين. اول شق او اول حاجه هي الموتوسيكلات الياباني او الموتوسيكلات الايطالي او اي حاجه من الموتوسيكلات الغاليه اللي هي البراندات القويه. تاني حاجه الموتوسيكلات الصيني اللي بتبقى متجمعه في مصر زي البنيلي والهوجن والحاجات الجميله دي. تمام. اول حاجه بالنسبه للناس اللي شايفه ان الموتوسيكلات الصيني اللي بتتجمع في مصر ممكن تتجاب من بره ارخص، ليه بيقولوا كده؟ لان هم بيشوفوا على مواقع زي علي اكسبرس، مش عارف علي بابا، الكلام ده كله فعلا عليه الموتوسيكلات اللي هي غالبا بتتباع في مصر، وهتلاقي اشكالها خياليه جدا. هي طبعا مش نفس البراندات ولكن حاجات زيها، وتلاقيها بنص السعر. فالناس بتقول لك طب ما هي من بره ارخص بكتير ونص السعر، فيعتقدوا ان هو جوه مصر دول حراميه. فخلينا نتفق ان احنا عايزين خلاص هنستورد الموتوسيكل اللي بنص السعر ده من بره. الفكره ان انت اول ما تشتري الموتوسيكل ده من بره، لو هو نفترض ان في موتوسيكل في مصر هنا ب 15,000، بره هيبقى ب 7,500. عشان تستورد بال 7,500 هتلاقي دايما متحدد لك اليونت او عدد الوحدات 100 وحده، يعني انت لازم تشتري 100 موتوسيكل، يعني الاسعار دي اسعار جمله. طب نفترض ان انت جمعت ال 100 موتوسيكل بتاعك وعرفت تشتريهم من بره، وانت جاي تشحنهم في مصر هتلاقي ان في قانون في مصر بيمنع استيراد الموتوسيكلات زيرو متجمعة كاملة، يعني ممنوع في مصر ابدا انك تدخل موتوسيكل جديد زيرو كامل. المشكلة ان الكلام ده ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ بشكل تجاري، يعني ما ينفعش تجيب ال 100 موتوسيكل بتاعك دول لو انت حتى اتفقت انت واصحابك، ما ينفعش تدخلهم جوه البلد. القانون ده معمول من حوالي 4-5-6 سنين كده، منع استيراد الموتوسيكلات الكامل. فهتلاقي الموضوع بتاعك لو عايز تجيب اللي بنص السعر بره دي زيرو، مش هينفع للاسف. فنفترض بقى ان انت عديت من الموضوع ده، الشحن بتاع الموتوسيكلات من دوله لدوله فعلا مكلف جدا على الموتوسيكلات الرخيصه، تقريبا الشحن بيكلف 500 دولار، فانت هتتكلم في حوالي يعني 7,000 جنيه. ف 7,500 شحن قد ثمن الموتوسيكل، فهتلاقي الموضوع بايظ خالص. طيب هل معنى كده ان الموتوسيكلات في مصر دي سعرها كويس؟ بص، الموتوسيكلات في مصر دي بتدخل عن طريق ان هي بتبقى قطع غيار وبتتجمع في مصر، وفي قريب هيبقى تصنيع كامل في مصر. مصر الايدي العامله فيها نسبيا رخيصه، ومصر لما بتدخل قطع غيار بتبقى اقل جمارك ممكن تحصل. فعايز اقول لك للاسف الموتوسيكلات الصيني اللي انت بتشوفه في السوق المصري هو ارخص حل انك تدخل موتوسيكل. ولو كان في حل تاني ان احنا ندخل بسعر رخيص كان غيرك سبقك وعمل مصايب كتير. يعني ده بالنسبة للشق بتاع الموتوسيكلات الصيني او الموتوسيكلات اللي هي بنلي والحاجات اللي موجودة في السوق او الهوجن او الكلام ده. فانا شايف من وجهة نظري انك لو عايز تدخلها موضوع مقفول نهائيا. ندخل على الموتوسيكلات الياباني. في بقى هل ممكن نجيب موتوسيكل ياباني بسعر موتوسيكل صيني؟ طيب الموتوسيكلات الياباني والايطالي والكلام ده، عندك كاوازاكي، هوندا، دوكاتي، الكلام ده كله، دايما في ناس من الخليج، في ناس من اوروبا، في ناس من امريكا بتقول لك ان احنا عندنا الاسعار رخيصه جدا جدا جدا. خلينا نفترض ان انت دلوقتي عايش في دوله من الدول دي، انت فعلا ممكن تجيب حاجه ارخص من مصر، ولكن خليني اقول لك الاجراءات اللي هتعدي عليها وبعدين هقول لك ازاي انت ممكن يبقى ارخص. اول حاجه نفترض انك اشتريت الموتوسيكل من اي دوله كانت بالسعر الرخيص اللي انت بتقول عليه، اول حاجه هتعدي على الشحن، والشحن ده مشكلته مشكله كبيره جدا. هتقول لي ليه؟ اقول لك علشان الشحن، عشان توصل موتوسيكلك بامان مصر لازم تشتري له كونتينر او مكان لوحده جوه كونتينر.
الكلام ده عشان تعمله مكلف جدا جدا، تقريبا بيدخل لك في حوالي 500 دولار. 500 دولار يعني بتتكلم في حوالي 7500 جنيه. تمام. تاني حاجة هتخلص الكلام ده في الجمارك، المخلص تقريبا في مصر بياخد له حوالي 2000 لـ3000 جنيه، احنا كده بنتكلم في حوالي 4000 جنيه. هندفع جمرك، جمرك الموتوسيكل 600 سي سي اللي هو في رينج 2010 تحت 2012 يعني، تتكلم في حوالي من 30 لـ40000 جنيه. فانت دافع حوالي دلوقتي نفترض اللي هو الـ40، يبقى انت دافع 45000 جنيه فوق سعر الموتوسيكل بتاعك. تمام تمام. لما ينزل مصر هنا احتمالية ان هو يحصل له اي دامج في الشحن، عايز اقول لك ان هي احتمالية 40%. اغلب الموتوسيكلات اللي بتيجي من بره بتيجي للاسف متضرره من الشحن، من التحرك، مش عارف ايه، بتيجي متضرره. فعلى الاقل هتدفع لك كمان قطع غيار، يعني حته فبراير ولا حاجه، 5000 جنيه. التجار بيعرفوا يجيبوها بشكل كويس لان هم بيبقى عندهم كذا موتوسيكل، فيمكن اللي بيتضرروا على الاطراف، ويمكن كمان ان هم بروفيشنال ان هم يعرفوا يربطوا الحاجه. انت لوحدك مش هتعرف تعمل الكلام ده. حلو. فانت بتتكلم حوالي 45000 جنيه على الموتوسيكل 600 سي سي. نفترض ان هو الرئيس الهوندا مثلا اللي هنا، هتدفع عليه مبلغ رهيب، هتدفع عليه مبلغ رهيب. فالمشكله كلها فين؟ في انك تجيب الموتوسيكل من بره، المشكله في الجمارك العاليه اللي هتواجهها هنا، المشكله انك تنقل موتوسيكلك بسلام لمصر بالتكلفه الخياليه دي. تمام تمام. طيب لو حسبت التكلفه دي مع السعر بتاع بره، اسمع مني، هتلاقي نفس السعر بتاع مصر، هتلاقيه لو جديد يعني نفس السعر بتاع مصر لو ان انت هتجيبه مستعمل في مصر، ولكن لو هتجيبه من تاجر يعني كاسب منه، هتلاقيه ازود 15000 جنيه 20000. طبعا على الموتوسيكلات الكبيرة انت هتقول اجيبه من مصر معزز مكرم، دفع حاجتي، مظبط دنيتي، اسهل بكتير واريح دماغي من لما اجيبه من برا مصر. طيب ازاي بقى ممكن تجيبه ارخص؟ الكلام ده مش هيوصل لك ارخص، ارخص في حالة واحدة بس، لو انت عايش في دولة الدولة دي فيها الموديل اللي عايز تجيبه مش مرغوب فسعره بينزل. طيب يعني ايه؟ يعني انا عشان كنت عايش في السعودية، السعودية بيكرهوا حاجة اسمها دوكاتي، فالدوكاتي هناك نازل سعره للصبح. في الحالة دي ممكن فعلا تجيب الدوكاتي هناك ارخص، فبعد التوتال ده يجي في مصر هنا سعره حلو، لان احنا في مصر بنحب الدوكاتي، احنا بنحب كل الموتوسيكلات في مصر، فتلاقي سعره نسبيا حلو. تروح امريكا في الاماكن اللي بيحصل فيها حوادث بينزل سعر الموتوسيكل قوي، ممكن تجيبه حادثه من هناك وتظبطه وتجيبه مصر فعلا ممكن يبقى ارخص. بس الكلام ده كله امتى؟ الكلام ده كله لو انت عايش في الدوله دي، ما ينفعش لو انت عايش في مصر. يعني لو انت عايش في مصر عمرك ما هتعرف تجيب موتوسيكل سالفج، او انك تجيب موتوسيكل من بره مصر من الحاجات اللي عدم مرغوبه وتفحصها تمام وكل حاجه تمام وانت جوه مصر. فالخلاصه لو على الموتوسيكلات الياباني، لو انت عايش بره في احتمال بسيط جدا انك تعرف تجيبه ارخص من مصر. نسبة الرخص اللي هتجيبها لو انت هتعدي بالبروسيس بتاعت الشحن، هتقول ان هي مش مستاهلة وهتجيبه من جوه مصر، خصوصا ان في الحاجات دي بيبقى عليها بعض الضمانات في مصر عن انك تجيبها من بره. لو موتوسيكلات صيني للأسف انسى انك تجيبها من بره مصر عشان القوانين اللي منع الموضوع ده، وهترجع في الاخر هيبقى سعرها نفس مصر او اغلى. فده عشان تبقى خدت الخلفيه كامله. في حل واحد لو انت عايز تجيب الحاجه من بره مصر، مش عشان السعر، عشان تجيب حاجه نظيفه، يعني الموتوسيكل ده مش موجود في مصر او موجود بحالات مش كويسه. في ناس متخصصه في الشحن، في ناس، ده مش اعلان يعني، في ناس زي احد اسمه دكتور انس، صفحه على الفيسبوك بتجيب لك من امريكا، وفي واحد تقريبا في اوروبا بس مش عارف هو الاكونت بتاعه ايه. كل ده في الوصف تحت، احط لكم الحسابات بتاعته، بتدخل تقول له انا عايز الموتوسيكل الفلاني بيجيبه لك. بس الكلام ده بيبقى في الهارلي ديفيدسون، البي ام دبليو، الحاجات اللي هي مش موجوده في مصر خالص. اتمنى الفيديو ده يكون افادكم، لو افادك تبخلش علينا بلايك بسيط وسبسكرايب للقناه وتفعل زر التنبيهات عشان تبقى دايما معانا في السوق المصري زي ما احنا دايما بنصور، وعشان ان شاء الله يكون معانا في الموتوسيكلات الياباني الجاي. شكرا لمتابعتكم للفيديو ده، والسلام عليكم.